النهارده باذن الله احنا هنحضر مع حضراتكم سماد عضوي مهم جدا وعنصر من العناصر الغذائيه المتوسطه المهمه جدا بالنسبه للنبات، والنبات من غيره ممكن يتدهور جدا، ولو اهملنا زياده في تزويد النبات بالعنصر الغذائي ده النبات ممكن يموت مننا. قبل ما نبدا ان شاء الله في تحضير محلول السماد العضوي اللي احنا هنحضره النهارده، بفكر حضراتكم بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بالضغط على زر الاعجاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضراتكم مع فيديو جديد من فيديوهات تعليم زراعة الاسطح مع قناتكم اسرار زراعة الاسطح. لسه ان شاء الله مكملين مع حضراتكم في سلسلة تحضير محاليل عضوية من المكونات الموجودة عندي في البيت، سواء المكونات دي مخلفات نباتية او حبوب كاملة او مخلفات حيوانية عندي فوق السطح. محلول السماد العضوي اللي احنا هنحضره النهارده ان شاء الله مع بعض محلول غني زي ما قلنا بعنصر من العناصر الغذائيه المتوسطه، واحنا اتكلمنا قبل كده عن العناصر الغذائيه المتوسطه من ضمن فيديو العناصر الغذائيه الكبرى اللي هنسيبه لحضراتكم دلوقتي في البطاقات، وقلنا ان العناصر الغذائيه المتوسطه اهميتها ما تقلش عن اهميه العناصر الغذائيه الكبرى، والعناصر المتوسطه دي هي عناصر المغنيسيوم والكالسيوم والكبريت. محلول بتاعنا النهارده ان شاء الله هيكون غني بعنصر المغنيسيوم. عنصر المغنيسيوم مسؤول في النبات عن بناء الكلوروفيل الاخضر، يعني بناء المادة الخضراء في الاوراق بتاعة النبات، بالتالي بيساعد على عملية البناء الضوئي بكفاءة، وكده بيقدر النبات ان هو يحضر الغذاء بتاعه من بروتينات ودهون وكربوهيدرات بكفاءة، وبتبقى النتيجة ان النبات بينمو معانا بصورة كويسة. انما لو في نقص في عنصر المغنيسيوم بتظهر اعراضه على اوراق النبات بسرعه، ولو اهملنا زي ما قلنا في بدايه الفيديو في تزويد النبات بعنصر المغنيسيوم بتتدهور حاله النبات وممكن يوصل به لحاله الموت، لان النبات ما بيكونش قادر على توفير الغذاء بتاعه عشان ينمو بصوره كويسه. خلينا نشوف مع بعض دلوقتي المكون اللي احنا هنحضر منه سماد عضوي عالي المغنيسيوم، والمكون ده هو القمح. ده القمح زي ما احنا عارفينه بالشكل ده، الناس طبعا كلها عارفاه، اللي في مصر بنقول عليها الغلة، ده اللي بيتعمل منه الدقيق بعد الطحين، اعتقد ان كلنا عارفينه ومفيش حد ما يعرفش القمح. هنجيب كوباية من القمح، الكوباية دي تقريبا بتاع 150 جرام مش اكتر من كده، وهنبدأ ان احنا نطحنها. مش هنطحنها جامد، هنطحنها نص طحنة، يعني هنكسر الحباية زي ما هنشوف دلوقتي. هجيب خلاط وهبدأ ان انا اكسر الحباية بتاعة القمح. بالشكل ده هفضي الشوية اللي انا طحنتهم وهطحن غيرهم. كده انا طحنت 150 جرام قمح اللي معايا. هبدأ بعد كده ان انا احطهم في لتر مية، العلبة دي بتاخد لتر مية، فانا هملاها بالشكل ده كده. بعد ما عبيت العلبة بلتر مية بالشكل ده وجواها القمح المطحون، هبدأ ان انا اغطيها. طبعا لو العلبة لها غطا هبدأ ان انا اغطيها كويس بالغطا، لو ملهاش هعمل لها كيس بالشكل ده كده وهغطيها كويس، هغطيها واسيبها بالشكل ده في مكان مظلل لمدة 24 ساعة، وبعد كده اشتغل بيها ان شاء الله. كده عدى 24 ساعة على نقع طحين الغلة الكامل في المية، واحنا مغطيينه وكامرينه من امبارح. هنبدأ ان احنا نكشفه دلوقتي وهنقلبه تقليبة كويسة. زي ما احنا شايفين كده في تخمر، الفقاقيع دي شغل البكتيريا. بعد كده هجيب واصفيه، وفوق المصفى هحط حتة قماشة نفاذة بحيث ان هي المية تعدي منها لكن القمح ما يعديش منها، وهبدأ ان انا اصفي. طبعا ريحة التخمر واضحة جدا في المية.
بفضي كل الكمية اللي عندي وابدأ ان انا اصفيها بالشكل ده كده. انا عايز المية بدون اي شواب بدون اي قمح. القمح ده ممكن اعمل بيه كمية تانية من المحلول ده بان احطها في نفس العلبة واسيبها برضو تتخمر لمدة 24 ساعة تانيين. بصفي كويس بالشكل ده كده. بعد كده زي ما قلنا انا هرجع القمح ده تاني في العلبة ونقعه لمدة يوم او يومين تانيين عشان احصل على كمية تانية من المحلول ده. ده المحلول اللي انا حصلت عليه. هبدأ ان انا اخده واعبيه في ازازة بالشكل ده كده. كويس. وبكده اصبح معايا لتر من محلول سماد عضوي غني جدا بعنصر المغنيسيوم. كمية المغنيسيوم في كل 100 جرام من القمح، احنا طحنين مع بعض 150 جرام، كمية المغنيسيوم في كل 100 جرام من القمح حوالي 170 ملي جرام، يعني نسبة عالية جدا وهتفيد النباتات بتاعتنا بشكل كبير زي ما احنا شايفين. ده المحلول اللي احنا حصلنا عليه نتيجة العملية بتاعتنا اللي استغرقت يوم كامل. المحلول ده ممكن نستخدمه بطريقة من طريقتين، اما في التسميد الورقي بالرش او التسميد الارضي بالري. لو هستخدمه في التسميد الارضي بالري هخف لتر على كل 5 لتر من المية وبعدين اروي بيه. لو هستخدمه في التسميد الورقي بالرش هخف لتر مية على لتر من المحلول المركز وارش بيه النباتات بتاعتي على الاوراق الصحيحة والاوراق الخضراء. طبعا لو في اعراض نقص مغنيسيوم ظهر على النبات ورشيت المحلول بتاعي ده، الاوراق اللي ظاهر عليها اعراض نقص المغنيسيوم مش هترجع خضراء تاني. الاوراق دي هتدبل لكن هيطلع مكانها اوراق سليمة وواضح عليها الصحة بإذن الله. كده الفيديو بتاعنا انتهى على كده، واتمنى ان حضراتكم ما تنسوناش بالضغط على زر الاعجاب. كنتم مع فيديو تعليمي من فيديوهات تعليم زراعة الاسطح مع قناتكم اسرار زراعة الاسطح، واشوفكم في فيديوهات تانية على خير بإذن الله.